اليوم هنالك حراك سياسي قوي بدأ بعد انتهاء المهلة اللي حددها سماحة السيد مقتدى الصدر لتشكيل الحكومة، ويعني هذا اليوم بدأ الحراك بين الحاج العامري بحارب الفتح والإطار التنسيقي، لقاء السيد جعفر الصدر، وهنالك لقاءات أيضا ستكون مع الأخوة في التيار الصدري وبقية الكتل السياسية. حقيقة الإطار التنسيقي لم يتوقف في يوم من الأيام عن الحوار واللقاء مع كل القوى السياسية لتشكيل الحكومة، لأنه يرى في أنه تأخير تشكيل الحكومة هو فقط يقع ضرر على المواطن العراقي البسيط، أما القوى السياسية و المنضوين تحت العملية السياسية والتجار اللي نقول الموجودين هذه ما تأثر عليهم إذا أكو حكومة أو ماكو حكومة. اليوم تأثير الحكومة وعدم تشكيل حكومة يؤثر سلبا فقط على الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة. ونحن اليوم في تحالف الفتح وكالإطار التنسيقي ندعو جميع القوى السياسية للذهاب لتشكيل الحكومة والذهاب إلى الفضاء الوطني العراقي اللي هو أكبر من البيوتات والمكونات والقوى السياسية، وترك هذه الخلافات اللي حصلت والسجالات السياسية لأنها لم تجدي نفعا وأخرت الحكومة. إحنا مضينا اليوم فوق 200 يوم على عدم تشكيل الحكومة، وراح يصير إحنا نوصل السنة وبعدنا ما مشكلين الحكومة، وإحنا جينا أصلا هذا البرلمان جاء لتشكيل حكومة قوية وقادرة على إدارة المشاكل، حل المشاكل العالقه اللي سببتها الحكومات اللي يحكون عليها نقول التوافقيه او غيرها وغيرها. لكن لحد اليوم هذا يعني الانجاز وهذا نتائج الانتخابات ونتائج البرلمان لم تفضي بشيء ملموس بالواقع يستفاد منه المواطن العراقي. اليوم دعوتنا للجميع ان يذهبون الى طاوله الحوار وينهون الخلافات، لانه اليوم انا ما قدرت احصل التوافقيه بعدد الموجود عندي، اذا اذهب لشركائي، انا ما قدرت احصل الاغلبيه بتحالفي وما قدرت اوصل لل 220، اذهب الى شركائي واعطي تنازلات من اجل مصلحه الشعب العراقي، من اجل مصلحه العراق، من اجل الحفاظ على سياده العراق. اليوم حكومه تصريف الاعمال حكومه مكتوفه الايدي حقيقه، يعني حتى ما نذب اللوم عليها، هي لا تستطيع ان تشرع قانون او تصدر قانون وتعمل موازنه وتعطي، يعني حكومه اصبحت عاجزه عن كل شيء فقط بالاسم حكومة. اليوم احنا ليش نحملهم وزر تأخير الحكومة؟ وزر تأخير الحكومة اليوم هو يقع على البرلمان العراقي وليس على الحكومة وليس على رئيس الجمهورية. اليوم البرلمان يجتمع بتوافق جميع الأطراف والاتفاق. اليوم الإطار التنسيقي طلب واحد عنده من التيار الصدري أنه يخرج رئيس الوزراء من رحم هذا المكون مثل ما خرج رئيس البرلمان وراح يطلع رئيس الجمهورية. هذه أعراف سياسية يجب الحفاظ عليها. هذا الموضوع كل اللي خلاف الموجود عليه فقط هذا، ولا يوجد خلاف أكبر من هذا الخلاف. إذا تم الاتفاق على هذا الخلاف ربما سيكون السيد جعفر الصدر هو المرشح أو مرشح آخر، لكن على الأغلب أنه سيكون السيد جعفر الصدر هو مرشح الفضاء الوطني والبيت المكون الشيعي حقيقة راح يكون هو السيد جعفر الصدر.